بورسعيد على صفيح ساخن بسبب قرارات لجنة المسابقات واللي كنا امبارح سبقنا بيها قبل اي حد، اصبنا في جزء ولم نصب في الاخر. قلنا لحضراتكم انه الكابتن ابراهيم حسن سيتم عقابه بالايقاف لاربع مباريات، وده اللي حصل النهارده. قلنا انه الكابتن حسام حسن بيتم دراسه الامر انه ياخد عقوبه مباراتين، انما اللي حصل النهارده بكل صدق وكل امانه حصل الكابتن حسام حسن على نفس القدر من العقوبه، اربع مباريات، واربع مباريات دول كانوا نصيب الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن من العقوبات اللي تم توقيعها من قبل لجنه المسابقات، بالاضافه لتغريم كل منهم 5000 جنيه كعقاب على ما حدث في المباراه الاخيره امام سموحه. الدنيا في بورسعيد مش عايز اقول لحضراتكم مشتعله الى اي مدى، في حاله من حالات الغضب بشكل كبير جدا جدا من القرارات، في حاله من حالات الغضب ايضا كمان بسبب ما حدث. خليني اقول لحضراتكم انه في الوقت اللي بكلمكم ده كان من شويه كان في جلسه بيعقدها التوأم الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن مع رئيس النادي المصري، في ظل طبعا حاله الاستياء الشديده جدا جدا، وفي ظل خبر في منتهى الاهميه بنخص بيه حضراتكم انه الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن عندهم عرض، وعرض مغري للغايه من المنتخب السوري لكره القدم، وفي كل ما هو يعني يحلم بيه او يحلم بيه اي مدير فني. تقولوا منتخب سوريا وازمه انه منتخب سوريا طب هيتمرن فين ويعمل ايه، العرض المقدم برقم خيالي جدا للكابتن حسام وللكابتن ابراهيم، بالاضافه كمان انه قالوا لهم معسكراتكم كلها هتعملوها بره، مش هتخشوا خالص سوريا في ظل الازمه طبعا والحرب الدائره في سوريا، هتقدروا تعملوا ده في معسكرات خارجيه في عمان في مصر في اي مكان انتوا عايزينه، وكل الامكانيات هتبقى متاحه. عن قرارات اليوم والأزمة الواقعة والحادثة في بورسعيد وتحديدا النادي المصري، معانا على التليفون كابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري. يا كابتن إبراهيم أهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يخليك، أهلا وسهلا بك يا إبراهيم، عامل إيه؟ والله كله كويس يا كابتن، أخبار حضرتك إيه؟ وقول لي انطباعك إيه عن القرارات واللي تم توقيعه على حضراتكم النهاردة؟ يعني هو طبعا قرارات فاشلة، وأنا شايف إن القرارات دي ان القرارات دي يعني لا يعني ما تعلاش عن جزمتك، يعني انا دي يعني دي حاجه فقرارات غير يعني طلع من ناس اكيد في مؤامره معموله على اعلى مستوى والقانها وافرادها معروفين. مين هم كابتن؟ بدايه من اللي خد القرار على رئيس لجنة الحكام، على الأخ الحكم، على طبعا الأخ الموجود اللي بيدير المنظومة وقاعد في الاستديو عنده، اللي هو نفسه. أنا حبيت كمان أوضح لك حاجة، اتفضل. اللي هو بيتقتل من جواه كأنك بتذبحه بسكينة، حاجة دي حاجة خاصة ليك أنت، إن إحنا بنخش معاك وبنتكلم معاك، فاهمني؟ مين؟ فأنا بتكلم معاك مين؟ عشان في طب تعرف واحد اللي هو عمره ما إذا خصم فجر، إن هو يعني أنت فاهمني مفيش فايدة فيه، إن هو أدام أنت ما تتكلمش معاه، أدام أنت ما تبقاش على الهواء، لازم يبقى ضدك، ولازم كل الحروب اللي ضدك هو يكون أساس فيها، تمام؟ ومش عايز يتقي الله، ومش عايز يوصل إن هو في مرحلة إن خلاص في وقت أنت مراحلك اهدى، بلاش الكره، بلاش تخلي البرنامج بتاعك يبقى متجه اتجاهاته كلها يا إما حاجتين، أنا ضد النادي الأهلي وضد اتحاد الكوره، تمام؟ حضرتك كده اللي انا ضد محمود طاهر، ضد محمود طاهر على طول الخط عشان مش على هواه، وضد اتحاد الكوره عشان ده حاجه تخصه، ان هو دي الحاجتين اللي بيشتغل فيهم او اللي بيدور الفلك بتاعه بيدور حواليهم. طب حضرتك بتتكلم على احد الاعلاميين، فارجوك بقى ايه، مش عايز اخش انا في جمله مفيده يا كابتن، الله يخليك. ومش عايز اقول لك يعني بيتقتل قد ايه لما انا بخش معاك وحسام، انا عايز اقول لك معانا وان شاء الله للمستقبل، انت راجل محترم يا ابراهيم، ربنا يخليك يا رب يا كابتن، ربنا يخليك. واخدها تعبت عشان تقدر تستقل وتاخد الله يعزك يا كابتن، حيز محترم جدا في القناه تحتك، والناس عندهم ثقه فيك، فانا اتمنى انك تمشي على النهج ده على طول، لانك انت المفروض انك متربي، والمفروض انك دارس، والمفروض انك محترم، وما عندكش اي حته اتجاهات ولا حته ان انت عايز تشتغل اتجاه معين عشان خاطر مصلحه شخصيه ليك. فانا نصيحه ليك، اشتغل زي ما انت كده
لان انت بقيت عندك نسبه المشاهده كبيره جدا، الناس بتحبك، شكرا متربي شكرا. محترم جميل، والله دي حقيقه. فاتمنى انك يعني تبقى دي موجوده على طول فيك يا ابراهيم، ودي اللي قاتله، ودي قاتله الشخصيه دي منك، دي اللي انك ازاي انك احنا نبقى نخش معاك ونخصك انت وتقريبا خالد الغندور، فهمتني؟ فدي قاتله جدا، دي نقطه يعني. فانا بالنسبه لنا العقوبه اللي احنا خدناها النهارده دي حاجه غريبه جدا ما حصلتش. يعني انت تخيل انت لما يبقى انت راجل الخصم والحكم في نفس التوقيت، يعني واحد ياخد بيقول انا عملت لك كذا، انا بقول انا قلت عليك كذا 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 والعقوبه كذا كذا من نفس الشخص، يعني كلامه قران. وطبعا قبل ما انسى، انا لسه انا هتيجي طبعا ان انا في هرفع قضيه على سمير عثمان، لان اللي قاله ده تشهير، اللي قاله في التقرير ده تشهير ان انا لفظ ان هو عمل حركه ببقه اللي هو كلمه اللي عملها بين قوسين ونزل قصه اللي لسه جايلك في التقرير. فدي لازم ده عمليه تشهير، لان بيتكلم على اسم كبير، وان المفروض ان هو دي تشهير بيا، ولازم ارفع قضيه واخد حقي منه قانونا قضائيا، تمام. بالنسبه للتقرير الفضيحه اللي ما حصلتش، وللاسف اتحاد الكوره ما خدش اي موقف، ما طلعش يبرر ولا طلع يعتذر ان في تقرير بتاع ماتش او تقرير مهم بتاع حكم يطلع في الاعلام قبل في ساعه الحدث يوم المباراه بالليل، وشغالين عليها ثاني يوم امبارح. فاذا ان في حاجه ان اتحاد الكوره ما ياخدش وليس والاحكام مسبقه موجوده ومتاخده وعلى يدك، وانت اول شاهد موجود والناس المعدين عندك شاهدين. والله يا كابتن بص، صدقا يعني صدقا عشان حضرتك، عشان ابقى امين معاك، انا كان عندنا التسريب من امبارح عشان برضه ابقى امين مع حضرتك، وبرضه ارتقينا والله صدقا يعني، وارتقينا انه لا يجوز في الوقت ده عشان الدنيا لا تشتعل باي حال من الاحوال. تمام، عشان انت راجل محترم والناس اللي معاك ناس محترمين جدا وبتشتغلوا شغل نظيف، عشان كده كتير منكم. تمام، من احمد درويش الراجل شغال بضمير وعارف وحافظ الناس كلها، وبرضه من ضمن الناس المضطهدين من هذا الشخص اللي انا كلمتك عليه. ما تدخلنيش مني في جمله مفيده يا كابتن ابراهيم، خليها يعني خلينا في الازمه اللي احنا فيها ديت. اتفضل يا كابتن، اتفضل. فانت دلوقتي حصل تصريح، وفي برضه نفس الشيء اتصل بقناه ثانيه برضو عشان ما طلع كريم حسن شحاته في البرنامج بتاعه بتاع امبارح. جه قال اتصل بيا، انت اتصلت بسمير عثمان او اتصل بيا، واحنا في طبعا معرفه في علاقه يعني صحاب، وحكى لي على كل حاجه، وقال لي على التقرير، وقال لي على كل حاجه في التقرير. عندك البرنامج بتاع كريم حسن شحاته كان متعاد الفجر وكان اللي هو بتاع امبارح. فاذا انت وبعدين لما ينبه على المعد يقول له اني اقول ان الحاجات دي انت اجتهدت يعني حاجات ليك مصادرك وجبتها من مصادرك، وما تقولش ان انا اللي قلت لك ان هو سمير عثمان. لما يطلع سمير عثمان ويطلع كمان غندور يطلع يسوق التقرير ويبقى واخدين مسبق واخدين قرارات اللجنه واخده قراراتها مسبقه بيها، يبقى دي كارثه، يبقى دي مؤامره، يبقى دي مؤامره مكتمله الارقام. اللي دبر واللي ونفذ والعمل دول مجموعه عارفين هم حاطيننا في دماغهم انا وحسام، تمام. لما يجي قبل الماتش يجي الحكم الرابع ضغط عليه، ولما يجي قبل الماتش يقط اللبس يقول لك ما ترى لو سمحت مش عايزين، وطريقه مش مستفزه، يجي عند الخط عند حسام انا لو سمحت ما تضطرنيش ان انا اطردك. ولما يجي على الدكه احنا لسه قاعدين بسم الله الرحمن الرحيم ما بنعملش حاجه، يقول لك اي حد هيتكلم ويقول له. ولما يجي بعد 5 دقايق ولا 10 دقايق لما حسام بيقول اوت ولا فاول، يروح يقول له اخرف خالص بصوت عالي لحسام حسن، ويكررها تاني بعد 5 دقايق كمان. فده في حاجه مش طبيعيه. اذا ان كان اليوم في مكتمله، في جريمه مكتمله من المجموعه اللي انا بقول لك عليها دي. خلينا نتكلم على الاجراءات. حضرتك على الصعيد الشخصي هتتقدم ببلاغ ضد الكابتن سمير عثمان بتهمه التشهير، ده رقم واحد. بالنسبه للنادي المصري، ما هو القرارات الرسميه تجاه الاتحاد المصري لكره القدم ولجنه المسابقات ولجنه الحكام؟ هو طبعا القرارات في الاستاذ سمير حربيه ومجلس اداره، هم ليهم طبعا، هم اكيد في اجتماع ويقرروا ايه الرد المناسب بالنسبه لاتحاد الكوره. وانا بقول النهارده كمان بالنسبه للقرارات، ارجع للقرار تاني، يعني انت في
عايز اقول حاجه مهمه جدا جدا عشان لما تسال لعيبه مصر كلها مش لعيبه النادي المصري كمان بس كمان يعني لعيبه النادي المصري اوفر لما يبقى فيه اتجاه عام من الناس كلها كمدربين وكلاعبين حتى بما فيهم دوري مجتاز به ودرجه ثانيه ان في تعالي في التعامل من الحكام للاعبين واجهزه يبقى في حاجه غلط ما بتتعمل ولما يبقى فيه من نفس الشخص المسؤول عن لجنه الحكام هذا الشخص اللي بيقول لك انا هجيب حق لما طلع تصريح امبارح بيقول انا هجيب حق الحكام من الحاج من حسام طب انت هل انت تجيب حق الحكام انت اول واحد كنت بتهاجم الحكام انت اول واحد كنت من ايام الله يرحمه الكابتن محمد حسام اللي كنت بتهاجم وتعمل كل بالتسجيل يا ابراهيم انا ما بقولش كلام من مرسل او كلام من هوا بألفه التليفون والمحادثه اللي حصلت ما بين العميد ثروت سويلم والكابتن محمد الكابتن وجيه تمام كانت قال له اصل في تعرف ان جمال غندور بيعمل عشان بيعمل كل حاجه عشان يوصل يمسك ويعني كلمه الحاجات اللي بيعملها انت فاهمني فكلام ده رسمي انا مش انا اللي انا بقوله وبعدين يعني انا ده كلام واقعي يا ابراهيم أي. كلام ما متسجل ولله الحمد ان اتكشف لمصر كلها كميه الحاجات اللي بتحصل من تحت لتحت وللاسف انت فاهم طيب ما حصلش اي خليني اسال حضرتك كابتن ابراهيم ايه مصلحه لجنه الحكام ان هي تقف ضد الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن في هذا التوقيت يعني هل اسالهم يا ابراهيم ما هو انت برضه ما تنساش يا ابراهيم حبيب قلبي ان انت النفس اماره والحقد والغل اللي موجود لما واحد كان نفسه يطلع لعيب كوره ما عرفش كان موظف في, في 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 موظف عمومي ولا موظف حكومي ومش مصدق ان كان نفسه من زمان حتى كانت الطريقه بتاعته في التعامل مع الناس في الملعب وحصلت مشاكل كتيرة ليه وكان مكان غير مقبول من اللعيبه وغير مقبول من الانديه لما كان موجود في التحكيم تمام وبعدين لما تيجي توصل الكارثه اللي اتعملت في كوريا واليابان في ماتش اسبانيا فدي وكانت برضه عائق او شكلها كانت وحشه في حق مصر تمام حاجات كتيره ولما زي ما بقول لك من ايام الكابتن محمد حسام حته ازاي يبقى موجود متواجد غصب لحد نهايه بالكابتن وجيه ان هو كان عمال يعمل ويحفر ويعمل اللف والدوران عشان يبقى موجود رئيس لجنه فدي كلها حته يعني كل واحد حاسس ان هو يعني هل انت عشان ما عرفتش تلعب كوره او ما عرفتش تبقى لعيب او انت موظف او انت بتاع وعايز تبقى نجم ما عرفتش او انت حاطط حسام وابراهيم او حاطط الراجل وتقول انا هجيب حق الحكام من حسام حسن طب ما جبتش حق الحكام مش انت اول واحد كنت بتهاجم الحكام لما كنت انت بره مش ماسك رئيس لجنه الحكام انت اول واحد كنت بتقاتل عشان تفشل اي لجنه موجوده تمام وبعدين في رئيس نادي تهاجم يمين وشمال وتقول لك الكلاب مش عارف تعوي ويقول لك انا بقلبي مع دخل في مع راجل ويقول لك انا قلت التويتر دوت ومنزله وانا حر انا شخص عادي لا انت مش شخص عادي انت مش شخص عادي انت راجل مسؤول ومسؤول في اتحاد محترم لدوله محترمه ما ينفعش اي تويتر اي تنزل تصريح لازم يبقى حساب ما ينفعش تنزل على لان انت كان الاحداث اللي موجوده كانت موجوده في مع مع مع, مع رئيس نادي الزمالك ومع النادي المصري في خلال 24 ساعه اللي فاتت فلما انت تطلع التصريح ده معناه ان انت بتقصد يا تقصد هنا يا تقصد هنا يا تقصد الاثنين مع بعض ولازم يجب على اتحاد الكوره حسابه لازم يتحاسب على التصريح دوت هو على اللي نزلها دي باسمه ويقول لك واعترف ان هو على تويتر هو اللي منزلها ان انت غلطت في حق ناس كتيره طيب تمام؟ انا كابتن ابراهيم بعد الفاصل هيبقى مشرفني ومنورني الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد ما هي الرساله التي ترغب في ان تصل الى الاستاذ جمال علام وهو رئيس المنظومه في الوقت الحالي انا بقول للاستاذ جمال علام هو عارف احنا بنساعد كتير جدا وبنحترمه جدا وانا على في اي موضوع اي مشكله انا معاك وبقاتل على الناس اللي بتشوه من الصوره بتاعته وكان مجلس اداره اتحاد كوره حاول واجتهد وعمل كل حاجه بس هي المشكله انا عاتب عليه ان انت المفروض ازاي ما حققش ولا حاسب الا قصه ان في تقرير نزل من وما حاسبش الناس دي وما حصلتش ان تقرير بتاع مباراه بتاع حكم
تنزل في الاعلام وهو موجود كرئيس اتحاد كوره، مع كان المفروض الناس دي تتحاسب قبل ما ينزل القرار ده، ولا وبعد كده حاسب ازاي حكم وعنده في نفوسه. انا عايز اقول لك بس معلش حاجه قبل ما انساها، اتفضل. سمير عثمان خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا دول، وممكن قبل كده، حته الاختبارات البدنيه للحكام عشان يبقى لائق ان يحكم مش موجوده، تمام. وسمير عثمان كان بيجي وكان في التعامل، وكان عنده حته عدم الثقه في النفس، حته ان يبقى بدنيا، وكنت بساعده، وللاسف انا مش مصدق ان التعامل دوت بالطريقه دي، او يخش في حته ان يسيء ليا ويسيء لحسام، وهو عارف ان احنا كنا اكتر ناس بنتعامل معاه باحترام خارجيا وداخليا. فدي من ضمن الحاجه اللي انا بستغرب لها جدا. وهل هي القصه كلها عمليه ان انا اشيل يعني اشيلك وتشيلني مثلا، يعني مثلا عشان تبقى موجود في الملعب اخليك وانت غير لائق هتبقى موجود، يعني بطريقه بحب ود، يعني انا بكلمك ان القصه دي يا ابراهيم في مؤامره مكتمله ومطبوخه، بدليل ان انت تقرير، وان لما يجي رئيس لجنه حكام وحكم اللي حدث يلف على القنوات عشان يسرب التقرير، يبقى في حاجه مش مظبوطه. في حاجه مش مظبوطه، تمام. وبعدين اقول لك حاجه بقى في الاخر. في الاخر دلوقتي، هل حصلت امبارح كارثه؟ هل حصل اشتباكات واعتداءات؟ هل حصل حد نزف دماء وحصلت كارثه في المباراه؟ انا عايز افهم ايه اللي حصل الكابتن. خليني اقول لحضرتك في الشق ده الكلام اللي اتقال ايه برضه، علشان يبقى انا برضه امين في النقل لكل ما يقوله البعض. قال انه لو كان في جمهور موجود دلوقتي في المباراه، مع العصبيه والنرفزه اللي كان موجود فيها الكابتن حسام والكابتن ابراهيم، كان ممكن يحدث ما لا يحمد عقباه مثلا. كابتن ابراهيم، طيب حاول تاني يبقى معانا الكابتن ابراهيم، عشان مهم جدا كان الـ السؤال ده. طيب انا بس في نفس السياق اللي احنا كنا بنتكلم فيه، لو تفتكروا امبارح احنا قلنا ايه على موضوع الاتحاد المصري لكرة القدم في قصة انه مش هيبقى عندهم اعتراف تام بموضوع الحل او موضوع حكم المحكمة، لان هم لو عملوا مش اعتراف بحكم المحكمة، كل الناس معترفة بحكم المحكمة يعني. طيب رجع لنا تاني الكابتن ابراهيم حسن لحد ما طيب معانا الكابتن. يا كابتن ابراهيم برحب بحضرتك مرة تانية، وكنت بنقل لحضرتك برضو انطباع البعض، قالوا انه لو كان في جمهور في المباراه، مع الانفعال والعصبيه اللي كان فيها كابتن حسام وكابتن ابراهيم، كان ممكن يحدث ما لا يحمد عقباه. ما هو الانفعال اللي حصل؟ اقول لك يا ابراهيم، لو الاحداث لو حصلت احنا كل الماتشات اللي فاتت، اي ماتش يحصل، اول ما الحكم بيصفر بتلاقي الجهازين او جهاز اللي مظلوم او اللي مغلوب بيجري على الحكم وبيسلكوه من ايديهم، تمام؟ هل انت شفت خلال المباراه ساعة الحدث الأخير، ساعة ضربة الجزاء اللي ما اتحسبتش، هل يا إبراهيم شفت حد راح للحكم أو شوف أو جرينا عليه أو حد دخل الملعب؟ النرفزة كانت على الخطوط كابتن حسام حسن. جميل قوي. هل حد يقدر، استنى، لو احنا عايزين نشترك وعايزين نعتدي عليه، هل كان حد يقدر يمنعنا ان احنا نخش الملعب؟ احنا كنا اوقات، هل في حد قدامنا؟ احنا اسرع ناس، اسرع حد يوصل للملعب جهاز اي جهاز بتاع اي فرقه، تمام؟ فايه اني الاحداث واني اللي كان ممكن لو في جمهور؟ ده بالعكس، للاسف الحكام في ايديهم كنز كتير ومش قادرين يستغلوه. انت عندك بتشتغل بقالك سنتين ثلاثه واربعه من غير جمهور، ومش قادر تستغل دي، ومش قادر تستوعبها، وفي تعالي غير فظيع مع الاجهزه ومع اللعيبه. النهارده امبارح مثلا احنا بنتكلم على ماتش مثلا ايه؟ مع احترامي طبعا لجدا معذورين، لان انا معذورهم جدا. وبالنسبه لماتش المقاصه، المقاصه وبعد البنالتي نفس المقاصه، في حد ودعوا منك وعرضوا على الحكم وبتاع ودخلوا الملعب واعتراض شديد جدا، حصل عقوبه. خد كام؟ خد قد ايه اللي خد عقوبه من الجهاز وهو معذور ان هو محروق دم ومظلوم وبتاع؟ خد ايه؟ خد ماتش ودخل الملعب. حسن ما دخلش الملعب، ابراهيم حسن ما دخلش الملعب. انا برد على الجمله اللي انت بتقولها. أيوة. انا لو عايزين نعمل ازمه كنا دخلنا الملعب. طب هل حد هيخشنا يا ابراهيم؟ حد هيخشنا بعد حكم ما يصفر ان احنا نجري زي المنظر العام اللي موجود في كل مصر؟
ان بيروح عند السنتر تروح تشبك في الحاجه، هل حصل الكلام ده؟ حسام قال للحسام اطلع بره، حسام طلع قاعد في المباراه صح؟ انا بعرض لحضرتك انا بعرض برضو لحضرتك اللقطه اللي انت حضرتك اتكلمت عليها بتاعت ماتش المقص. طيب كابتن ابراهيم، احنا في وعد ما بيننا وما بين بعض ان حضرتك تشرفنا وتنورنا في البرنامج صح؟ اكيد، بس انا عايز اقول لك حاجه، انت قلت انا عايز بس رئيس مجلس الحكام قال انا هجيب حق الحكام من حسام حسن. ما عرفتش تجيب حق الحكام من مرتضى منصور ليه؟ مش هشام مرتضى. ما قلتش ليه بعد ما يعني قال لك كل حاجه. انت فاهم؟ ليه؟ ليه عشان ما يعني اسال نفسك بقى ليه؟ انت فاهم؟ ماشي، انت فاهم؟ عشان يعني حسام راجل مركز في شغله، انما المستشار مرتضى عارف يعني ايه، بيعرف ازاي راجل قانون وبيعرف يعاقب وبيعرف يجيب حق النادي بتاعه ازاي. انما حسن بيركز في الملعب وعايز يشتغل فني وعايز ينجح، لانه وانا بقول لك نمره واحد في مصر بيجتهد في شغله كمدير فني مع احترامي لكل الناس. فاهمني يا ابراهيم؟ ايوه. فانا عايزك تعيد الكل، تعيد اللقطات بتاع المديرين بتاع الاحداث اللي حصلت الفتره اللي فاتت. تمام؟ وشوف هل حد اتعاقب؟ شوف طيب. عندك في اكثر من لقطات على الاقل الاسبوع اللي فات. هنعرض العقوبه قد ايه؟ طيب. ازاي؟ هنعرض ده يا كابتن ابراهيم، احنا بنعرض بنعرض الجزء بس، هنعرض بقى كله بكره في حلقه في حلقه حضرتك تشرفنا فيها. هجيلك واقول لك، بس انا عايز اعرف التقرير ما في ايه؟ حسام حسن قال له، تقول ان حسام حسن قال له منك لله صح؟ منك لله دي اربع ماتشات؟ انا منك لله دي، طب حطه بقى في اللائحه ان منك لله من مدرب او لعيب، منك لله دي فيها اربع ماتشات، اكتب كده منك لله اربع ماتشات. تمام؟ وبعدين حد اعتدى عليك؟ انت بتقول قعدت في الملعب 20 دقيقه واقف وبتاع، انت مش عندك امن، حد جالك؟ حد عمل لك اي حاجه؟ انت مش طلعت خدت دوش ورفعت السماعه وكلمت رئيس لجنه الحكام بتاعك واتفقت معاه وقال لك اكتب كذا وكذا 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 وهتكتب ايه؟ واكتب كل صغيره وكبيره، انا عندي المعلومات يا ابراهيم. تمام؟ وظبط الدنيا كلها وبعت لي التقرير عشان انا اعرف اظبط الدنيا واخد القرار واطلع بسرعه عشان يعمل تسويق. طيب. اطلع تقرير بسرعه قبل ما ينزل كابتن ابراهيم على القنوات. كابتن ابراهيم، في كلام كتير جدا عايزين يعني نناقشه ونطرحه مع بعض. تمام. ارجو بقى من حضرتك الوعد اللي احنا اتفقنا عليه، هتشرفنا امتى؟ على الهوا اهو بكره ان شاء الله. لا بكره انت عارف ان احنا ان شاء الله كنا قاعدين مع الحاج سمير رئيس النادي ويبقى عندنا تمرين وكده، فبكره هتبقى صعبه يعني. خلاص، انما هناخد وعد مع حضرتك. انا معاك اظبط معاك الميعاد، وانا معاك، انا سعيد ابقى موجود معاك يا ابراهيم. شرف. ونتكلم في كل حاجه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن ابراهيم بشكر حضرتك، شكرا. وبعدين اخر حاجه يا ابراهيم، بس اخر حاجه على فكره بس عشان الناس. الو. ايوه يا كابتن، مع حضرتك. اتفضل يا كابتن، اتفضل. اتفضل يا كابتن. معلش اخر حاجه، احنا انا وحسام مش فارقه معانا ان بعدين تحت ولا فوق، بالعكس انت كده نفسيا انت هنقعد وشايف الملعب كويس قوي، ومعانا لعيبه هتبقى رجاله ان شاء الله، وهم رجاله ان في الملعب هيجيبوا حقنا وحق الفريق وحق جمهور بورسعيد، وان احنا هنقعد احتراما بس، او ان احنا كنا كجهاز كله حسام مقرر كده ان الجهاز كله يبقى قاعدين فوق، لان احنا هوريك ان احنا ان انت مش انت اللي انت تاخد القرار اللي هو اللي على هواك اللي مطبوخ، احنا بمزاجنا كجهاز هنقعد فوق في المدرج عشان خاطر نديهم درس بس، نديهم درس. انت فاهم؟ لان مش فارق التراك، ولو عايز اعمل حاجه ولو عايز يعني تعلم الناس الادب هتعلمها الادب من تحت، هتعلمهم الادب من فوق. كابتن ابراهيم، كنت عايز اقولها لك يا ابراهيم، وبالتوفيق ان شاء الله. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا كابتن ابراهيم حسن، مدير الكره بالنادي المصري، ومداخله في منتهى الاهميه فيما يتعلق بالازمه الراهنه في النادي المصري البورسعيدي وازمته مع لجنه الحكام ولجنه المسابقات.